أعلنت السعودية تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة مع مفوض عام الأونروا بيير كرامبول. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت في وقت سابق كل التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا في قرار لاقى تنديدا إقليميا ودوليا.